بكل تأكيد إحنا اليوم لو ردنا ننظر يعني للإحصائيات، الفريقين الفريق المغربي والفريق الكرواتي يعني صعدوا من المجموعة السادسة وأبدت يعني نتائجهم متميزة، يعني الفريق المغربي الأول والفريق الكرواتي الثاني في المجموعة السادسة، وأيضا وصلوا إلى نصف نهائي يعني الفريقين من مجموعة واحدة. فهذا يعطيك يعني دلالة اليوم يعني إحنا من ردنا نتكلم يعني بتاريخ كرة القدم، اليوم تاريخ كرة القدم واللي ربما يعني المغرب بحثت اسمها في عالم كرة القدم، يعني في عالم كرة القدم العالمية. واليوم احنا نشوف يعني الفريق المغربي من الفرق المتميزة بنتائجه، ولحد الآن يعني يمتلك حصيلة من الأهداف، وأيضا مثل ما تكلمنا يعني بالصخرة الدفاعية والدفاع الصليبي القوي داخل عليه هدف واحد وبخطأ من المدافع المغربي. نعم. وهذا يعني ما يدل على تماسك الفريق المغربي بقوته الدفاعية وأيضا يعني ببعض الحالات الهجومية، وهذا دليل على فوزه. نعم. بكثير من المباريات يعني فاز يعني على لم يخسر وحقق يعني انتصارات متتالية، يعني يمكن كرواتيا أيضا تخسر